هذا وقد أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتتضمن القافلة 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 46 ألف قطعة ملابس وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين.